السلام عليكم. 100 عام مرت على الاتفاقية الإنجليزية الفرنسية سايكس بيكو، التي كانت الخطوة الأولى في تقسيم منطقة الشرق الأوسط وخلق مشاكل ما زالت دول عربية تعاني منها لحد الآن. يرجع تاريخ الاتفاقية إلى سنة 1916، حينما تم توقيع اتفاق وتفاهم سري بمفاوضات بين الدبلوماسي بيكو والبريطاني سايكس بمشاركة روسيا القيصرية آنذاك. وأسفرت هذه المفاوضات عن اتفاقية ثلاثية سميت باتفاقية سايكس بيكو، وذلك لتحديد مناطق نفوذ كل دولة على النحو التالي: استيلاء فرنسا على غرب سوريا ولبنان وولاية أضنة، استيلاء بريطانيا على منطقة جنوب وأواسط العراق بما فيها مدينة بغداد، وكذلك ميناء عكا وحيفا في فلسطين، استيلاء روسيا على الولايات الأرمينية في تركيا وشمال كردستان، حق روسيا في الدفاع عن مصالح الأرثوذكس في الأماكن المقدسة في فلسطين، المنطقة المحصورة بين الأقاليم التي تحصل عليها فرنسا وتلك التي تحصل عليها بريطانيا تكون اتحاد دول عربية أو دول عربية موحدة. ومع ذلك فإن هذه الدولة تقسم إلى مناطق نفوذ بريطانية وفرنسية، ويشمل النفوذ الفرنسي شرق بلاد الشام وولاية الموصل، بينما النفوذ البريطاني يمتد إلى شرق الأردن والجزء الشمالي من ولاية بغداد وحتى الحدود الإيرانية. يخضع الجزء الباقي من فلسطين لإدارة دولية، ويصبح ميناء اسكندرون حرا، لكن الاتفاق نص على منح بريطانيا ميناءي حيفا وعكا على أن يكون لفرنسا حرية استخدام ميناء حيفا، ومنحت فرنسا بريطانيا بالمقابل استخدام ميناء اسكندرون الذي كان سيقع في دائرة سيطرتها. تم الكشف عن الاتفاق بوصول الشيوعيين إلى سدة الحكم في روسيا عام 1917، ما أثار غضب الشعب السوري الذي يمسه الاتفاق مباشرة وأحرج فرنسا وبريطانيا. اليوم وعقب مرور 100 عام على توقيع الاتفاقية، نرى المشهد يعيد نفسه من جديد نظرا للصراع الذي تشهده عددا من الدول العربية وعلى رأسها العراق واليمن وسوريا وليبيا بين مجموعات مسلحة وسط رغبة كل جماعة بالاستقلال بجزء من الدولة وتقسيم المنطقة إلى دويلات صغيرة. أحبتي المشاهدين، نناقش اليوم موضوع مرور 100 عام على اتفاقية سايكس بيكو، فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد، نناقش هذا الموضوع مع ضيوفي الكرام الدكتور مؤيد الونداوي أستاذ العلاقات الدولية، وأيضا الأستاذ ميشيل حن الحاج الكاتب والمحلل السياسي، فأرحب بكم. أهلا وسهلا. أبدأ معك سيد ونداوي عن هذه الاتفاقية. بداية نريد أن نعرف ماذا جرى بالضبط، المباحثات، الدول التي اشتركت في الاتفاقية. شكرا لك عزيزي، وشكرا لقناة الشرقية لاستذكار هذه المناسبة التي تحتفل بها اليوم الكثير من مراكز الدراسات والأبحاث بمناسبة مرور 100 عام. دعني أنطلق أولا إلى أنه منطقة المشرق العربي حتى قبل الحرب الأولى شهدت نوع من محاولات تحديد مناطق النفوذ وتحديد الحدود. كانت ذلك في عام 1913 حوارات ما بين الدولة العثمانية والإمبراطورية البريطانية وفارس لتحديد مناطق الحدود والنفوذ لهذه الأطراف في رأس الخليج، ومنها هاي الاتفاقية. لاحقا ظهرت الحدود العراقية، ظهرت حدود الكويت إلى آخره، لكن هاي الاتفاقية لم توقع في حينها بسبب الحرب. عندما جاءت الحرب دخل العالم بشكل وخرج بشكل آخر. دخل العالم بإمبراطوريات، خرجت العالم من الحرب وهذه الإمبراطوريات لا وجود لها. يعني الإمبراطورية الروسية ذهبت عائلة رومانوف، الإمبراطورية العثمانية ذهبت ورحلت، إمبراطورية النمسا، إمبراطورية ألمانيا، العالم تغير. ما جرى في سنوات الحرب هي أن هذه الدول الثلاث الرئيسية في الإقليمية، الدول الكبرى في العالم في ذلك الوقت قبل أن تأتي أمريكا للعالم القديم خلال سنوات الحرب وتكون هي الطرف الجديد في القوة الدولية، هذه الدول حاولت أن تقسم ما يعرف بالأدب السياسي التاريخي أملاك الرجل المريض، أي الدولة العثمانية. فجرت محاولات أولية بين روسيا وبريطانيا وفرنسا لإعادة تقسيم المنطقة في ضوء مجريات الحرب.
فكل طرف حاول أن يحدد مناطق نفوذه. حصل متغير مفاجئ عندما انهارت الإمبراطورية الروسية بسبب الثورة البلشفية عام 1916، وخرجت روسيا من الحرب تاركة للفرنساوية والإنجليز والبريطانيين الهيمنة. هذه الهيمنة الجديدة جاءت نتيجة مجريات ساحة العمليات على الأرض. احنا نعرف أن الحملة الهندية البريطانية دخلت البصرة عام أواخر عام 1914 لتنتهي بالوصول إلى الموصل عام 1918. تيار آخر ظهر لنا في الحملة البريطانية وهو الجيش الليمبي، قدم من مصر وتوقف في القدس وسيطر على فلسطين. ثم قامت الثورة العربية عام 1916 أيضا، وانطلق الجيش العربي بقيادة الأمير فيصل لاحقا ملك سوريا ومن ثم ملك العراق ليصل إلى دمشق ويعلن الدولة العربية الأولى في التاريخ الحديث. هذه المعطيات جاءت في لحظة تاريخية خلال سنوات الحرب، هو أن الفرنساوية والإنجليز بدأوا يتباحثون حول تقسيم هذه المنطقة بعيدا عن حلفائهم العرب، أمور سرية كانت. سير سايكس موظف بسيط يعني في حكومته في إنجلترا، عندما تدخل الدولة في حروب يتطوع الناس للمشاركة، فهو قدم نفسه أن يشارك في الحرب، ولكن مستفيد من وظيفته الصغيرة أيام ما كان دبلوماسي في المشرق يعني في تركيا، فرحب هذه المهمة لينتهي بدور تاريخي إليه وهو الاتفاقية. المهم، الاتفاق قسم مثل الخريطة اللي عرضتوها مناطق نفوذ أساسية هي جزء من عالم التفكير في الاستعمار القديم، ثم مناطق احتواء مشتركة. فهكذا تم تقسيم المشرق، منطقة عراقية ومنطقة شامية ومنطقة دولية في فلسطين أو جزء من فلسطين التاريخية. ثم جاءت هذه المفاجأة للعرب عام 1916-17 عندما عرفوا أن الفرنسيين والإنجليز يتآمرون على حلفائهم العرب الذين قبلوا من خلال الثورة العربية بالمشاركة في إخراج الدولة العثمانية من المنطقة العربية بحلم بناء الدولة القومية. معطيات الأرض العسكرية تختلف. هذا المعطى ما أفرزت الحرب على أرض الواقع، إذا انبع مرة ثانية راح نشوف أن الجيوش البريطانية هي اللي وصلت على الأرض في العراق اتجاه الموصل، في فلسطين والشام بها العرب. ما هي أين الفرنساوية؟ الفرنساوية كانوا لا يزالون في البحر، يعني الجيش الفرنسي لم يصل إلى لبنان. ثم تتويج فيصل في سوريا الملك أعاد خارطة التقسيم من جديد، فأعيدت الخريطة أكثر من مرة. المرة الأولى عندما كان الروس موجودين تقسيم معين، ثم معطيات الحرب على الأرض وقيام الحكومة العربية السورية الأولى أعطى واقع جديد، لأنه بالتقسيم الأول مثل ما عرضت خريطتكم والجمهور أظن دي باوع أنه مثلا ولاية الموصل وحلب نزولا هي ضمن فرنسي، لكن اللي على الأرض هو البريطانيين في الموصل وهم أيضا في البحر. هذا كله جعل أن يتوافقون بسرعة لندن وباريس لإعادة ترتيب أوراق اللعبة بيناتهم بضمانات. ونحن نذكر الجمهور أن العالم في تلك اللحظة التاريخية انتقل من استخدامات العصر الفحم الحجري إلى عالم النفط، والنفط يعني ابتداء هو اكتشف، وبريطانيا حصلت أول حقول نفطية لها، هاي الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس حصلت أول حقول نفط كانت عام 1913 بالشركة الإنجلو بيريشن أول كومباني، اللي منها بعدين طلعت شركة الاي بي سي العراقية، شركة النفط العراقية. فهذه المنطقة النفطية أعادت الأطراف الدولية قواعد اللعبة، خصوصا أن تركيا لن تنهار، يعني الدولة العثمانية انهارت، لكن استطاع أتاتورك أن يثبت وضع تركيا وأدهى فكرة الهيمنة الفرنسية البريطانية على أراض الدولة العثمانية إلى حد كبير. هذه المعطيات كلها تفاعلت مع بعضها لنشهد عالم جديد، خصوصا وهو عالم يتحدث عن حق الشعوب وتقرير المصير، لأنه نهاية الحرب جاءت على مبادئ الرئيس الأمريكي ويلسون بحق الشعوب بتقرير المصير. طيب، فعصر الاستعمار القديم انتهى، ظهر نوع من الاستعمار الجديد يسمى بسلطة الامتداد
اللي أقرتها عصبة الأمم لاحقة، فأصبح العراق كله بما فيه ولاية الموصل وولاية بغداد والبصرة من حصة البريطانيين، أصبحت بلاد الشام سوريا تحديدا هي من حصة الفرنسيين مع حصول الإنجليز على الانتداب على شرق الأردن وإمارة الأمير عبد الله ومناطق انتداب ومناطق نفوذ مباشر. هذه الاتفاقية طيب. لكن ما بعد الاتفاقية العالم الجديد ما بعد الحرب الثانية أعاد النفوذ بطريقة أخرى تحت عنوان حق الشعوب بتقرير المصير، وتحت هذا العنوان مبادئ ويلسون الوعد الفرنسي البريطاني للشعوب التي خرجت من سلطة الدولة العثمانية جاءت فكرة منح العراقيين حقهم ببناء الدولة العراقية الحديثة، ولكن الفرنسيين استمروا لوقت طويل. العراق حصل استقلاله عام 1932 أصبح أول دولة عربية في عصبة الأمم، في حين سوريا اضطرت أن تستمر تحت السلطة حديث طويل الفرنسية. سوف نعم هذا حديث طويل نعم بس هو حتى ندخل للحدود. عملية تحديد الحدود الجغرافية التي يتكلم العالم عنها اليوم، هل هي باقية هل هي منتهية سنأتي إليها لاحقا، لكن عملية تحديد الحدود هذه جاءت بموجب خطوط مستقيمة بعضها رسم بالمساطر من قبل الهاي كوميشنرز أو يعني المندوبين الساميين البريطانيين في المنطقة، قسمت الحدود مع السعودية مع العراق مع سوريا بطريقة معينة. الآن يقدم لها نقد كبير أنها جاءت جزافا، لكن خلينا نتذكر أن هاي المنطقة التاريخية اللي شهدت إمبراطوريات عظيمة هي شعوب متجانسة مرت عبر آلاف السنين. طيب دكتور وايد إذا سمحت لي سوف نتحول إلى موضوع الحدود بعدما أنتقل إلى ضيفي الأستاذ ميشيل حن الحاج. إذا ما قارنا بين خارطة الوطن العربي قبل 100 عام والخارطة اليوم، ما هي أبرز الفروقات؟ شو الفروقات؟ أنا مش شايف الفروقات. الدول العربية مقسمة 22 دولة ضعيفة مهلهلة. هذا اللي بدأ ساكس بيكو، كان هذا اللي بده منه. احنا شكرا للدكتور عطانا تاريخ رائع عن اتفاقية ساكس بيكو، لكن في شغلات معينة لازم نشكرها برضو. العوامل اللي تداخلت مع عملية ساكس بيكو، وعد بلفور 1917 أثر أيضا تأثير كبير. تتذكر أجد الوطن القومي، وعد بإنشاء وطن قومي لليهود. لورنس العرب لعب دور في عملية تنفيذ سايس بيكو، هو لعب دور التنفيذ في هذه العملية في الحرب التي خاضها ضد الأتراك والعثمانيين. طبعا كان في حسين مكمهون الرسائل اللي ما احترموهاش الإنجليز إلى آخره للأسف. من العوامل اللي تداخلت أيضا ظهور النفط في مرحلة معينة في السعودية، هذه خلت الدول الغربية تتمسك أكثر بتجزئة البلاد العربية وبسط نفوذها على هذه المناطق. لكن في نقطة ثانية مهمة كمان، قضية مبدأ أيزنهاور اللي ظهر. تقصد ويلسون؟ لا، أيزنهاور. ملء الفراغ. رجعنا إلى الخمسينات. ملء الفراغ. نعم. هلا كانت الدول هاي تطلع بعد الحرب العالمية الثانية، تطلع من سوريا، تطلع من العراق، تطلع من كل المناطق هاي اللي هي فيها. طب من يملأ الفراغ؟ أجا أيزنهاور قال لك أنا عندي مبدأ ملء الفراغ. كل منطقة تفرغ من سلطة القوة اللي كانت تسيطر عليها سواء إنجليز أو فرنسيين، إحنا أمريكا سنملأ هذا الفراغ الذي سينشأ، الفراغ السياسي والعسكري الذي سينشأ نتيجة انسحابهم. فهذا لعب دور مهم جدا في كيفية تنفيذ سايكس بيكو باسم آخر اللي هو ملء الفراغ لأيزنهاور اللي طرحه أيزنهاور. أعود إليك دكتور مؤيد، يعني خلال كل هذه الفترة 100 عام هل كان هناك محاولات من دول الشرق الأوسط للدفع دفع الأمور بالاتجاه المعاكس لمنع تقسيم جديد على الأقل؟ على العكس، يعني كانت هناك محاولات من سكان المنطقة واللي هم سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، هم عرب يتكلمون اللغة العربية عاشوا لوقت طويل فيها، كانت أكو أماني الوحدة، مشاريع وحدوية كثيرة بعضها فشل بعضها تحقق. الجمهورية العربية المتحدة عام 58، الاتحاد العربي بين العراق يعني كان مفهوم الوحدة عند السكان هو رد فعل لحالة التقسيم اللي فرضوه الأوروبيين بعد الحرب الأولى. لذلك حركة النهوض القومي العربي ظهرت ما بعد الحرب الثانية. قبل الحرب العالمية الأولى كان في ضباط في الجيش العثماني ومثقفين يطالبون بإقامة مملكة العرب أو دولة العرب الموحدة
بعضهم دفع ثمنه في دمشق، أعدم، ثم جاءت سبب في قيام الشريف حسين بإعلان الثورة. هذه الوحدات لم تتحقق، ليس لأسباب تتعلق برغبة الناس وحاجاتها، وإنما بسبب السياسات الإقليمية والدولية وبسبب ضعف الحكام باتخاذ قرارات. طيب تكلمنا عن السكان، ماذا عن الأنظمة؟ هي النظم عملياً بعضها وقف معارض لأنه يرى فيها تهديد لحضوره ووجوده، وبعضها حاول أن يخلق نوع من الاتحادات. فشلنا في الوحدة السياسية الكلية، ذهبنا نفكر بوحدة اقتصادية، وحدة ثقافية، وحدة نقدية، خطوط سكك، طرق دولية تساعد على الوحدة. وحتى هذا أيضا أخفقت النظم السياسية وليست الأمة في تحقيقها على أرض الواقع. السبب هو بالحكام الذين الكثير منهم لوقت طويل حظى برعاية ودعم من أطراف دولية لأجل تنفيذ سياسات، ثم بعد ذلك ونحن نعيش اليوم نكبة فلسطين، 15 مايو بدأت الحرب في فلسطين، أيضا فلسطين وإقامة الدولة العبرية مثل ما ذكر زميلي أيضا ساهمت في تمزيق المنطقة. والإسرائيلي الآن يلعبون دور كبير في إعادة التقسيم المقسم، هذا ما يجي الآن من تطلعات تحت عناوين كممالك أو إمارات أو دويلات على أسس عرقية دينية طائفية مسيحية يزيدية. كثيرا ما نسمع هذه كلها ضغوطات لتقسيم. ماذا نقصد بتقسيم المقسم؟ هذا الكلام الآن يتحدث عنه كثير من الناس وكثير من مراكز الأبحاث. هل نحن أمام خارطة شرق أوسط جديد؟ هذا السؤال. إذا هذه الخارطة حتى الآن يطرحون أبعاد تقوم على فكرة التقسيم العرقي والطائفي والديني والمذهبي. الشيء اللي أنا أراه شخصيا حقيقة، عندما نشأت هذه المنطقة بتقسيماتها بعد الحرب الثانية لم يكن هنالك وجود لشيء اسمه دولة إسرائيل. نشأت هذه الدولة بعد تقسيم المنطقة بموجب اتفاقية سايكس بيكو. إعادة تقسيم المنطقة من جديد سيكون الحضور الإسرائيلي بوصفه مؤسس للفكرة التقسيمية الجديدة، وهنا يكمن الخطر. ستظهر إسرائيل على طاولة وتقول أنا طرف مؤسس في شكل الخرائط الجديدة التي يمكن أن ينجح الأعداء بخلقها في هذه المنطقة. فيما مضى لا يملكون هذا الحق، هي تريد أن تلعب في التاريخ من جديد، ولكنها تريد أن تقول أنا من ساهم في إعادة شكل الخارطة الجديدة. من يمنع هذا؟ يمنعه الإنسان العربي، برغم أنه هو اللي يقدم تضحيات كبيرة، قدم بسبب اتفاقية سايكس بيكو تضحيات كبيرة، منع من الوحدة. اليوم أنت تسافر من أي بلد إلى بلد آخر عربي تدخل في طائلة الممنوعات والفيز وهكذا، لكنك في أوروبا المنقسمة دينيا وعرقيا وطائفيا ومذهبيا وتاريخيا نجدها تتوحد بالشنغن فيزا. يعني وهذا هو الشرق الأوسط الجديد اللي عم بيشعر له على أرض الواقع. طبعا دكتور أستاذ ميشيل، ذكرت حضرتك قبل قليل أنه مسألة النفط هي كانت طبعا سبب رئيسي في طبعاً هذه الاتفاقية أو المعاهدة، لكن اليوم نشهد أنه هناك انخفاض في مستوى النفط وربما جفاف آبار كثيرة. هل سيغير هذا الأمر من هذه الاتفاقية أو نشوء اتفاقية جديدة؟ لأنه اعتماد على الطاقة البديلة الآن في الدول التي أنشأت هذه الاتفاقية. هنا قول أن أمريكا لم تعد مهتمة بنفط الشرق الأوسط، صار عندك كفاية من النفط، صار عندك النفط الصخري، صار اليوم تطورات حديثة، سيارات الهايبريد بتستخدمش نفط ولا بنزين ولا ما يعجنون، ففي تطور في مجالات استخدام النفط، وأمريكا عندها اكتفاء ذاتي ومعدتش مهتمة في قضية النفط. ما بعتقد أن النفط لسه بيلعب دور مهم، ولكن مع ذلك بتلاقي أنه الدولة الأمريكية بالذات، يعني بريطانيا صارت على جهة، فرنسا على جهة، لكن أمريكا بتلعب الدور الرئيسي، بدأت تقسم الشرق الأوسط وتفتته لدول صغيرة. أنا بقدر 40-50 دولة، حتى السعودية في تخطيط لتقسيمها على 4 دول. السعودية في المناطق المحاذية للأردن تضم إلى الأردن، المنطقة اللي في الشرق تضم إلى دولة إلى جمهورية أو دولة العراق الشيعية اللي في الجنوب، الحجاز تصبح دولة مستقلة. على ماذا تستند في هذا الكلام؟ خرائط برنارد لويس، المقالات التي كتبها الكولونيال المتقاعد رالف بيترز اللي هو المنظر للمحافظين الجدد اللي حكموا أمريكا على مدى 8 سنين أثناء وجود جورج بوش الابن، أثروا عليه وقادوه زي ما بدهم. بعدين جيفري كولدبرغ اللي كتب مقالات سياسية، سلسلة من المقالات في أتلانتيك، وهو أفضل من المنظرين
للمحافظين الجدد. المخاوف الآن الكبرى أنه إذا أجى ترامب إلى السلطة في أمريكا، أنه المحافظين الجدد الآن ضعفوا بعد ما طلع جورج بوش من السلطة وأجى أوباما. إذا أجى ترامب بأفكاره العنصرية وأفكاره اللي بتهيج عمالها، محتمل هدول ينتعشوا، وهدول ممكن يعيدوا بس سيطرتهم على السياسة الأمريكية وتوجيهها إلى المضي قدما بفكرة التقسيم. التقسيم اللي بسببه قامت حرب 2003 الغزو للعراق، هم ليش أجوا؟ أجوا حتى يقسموا العراق إلى ثلاث دول. هلا ما قدروش يتقسموا عمليا وجغرافيا، لكن عملوا شرخ فيه، شرخ كبير في مشاكل قائمة لغاية الآن في العراق، ولا يبدو هناك بارقة أمل من أن تنتهي قريبا. ونفس الشيء في سوريا، نفس الشيء في ليبيا وفي اليمن. ما علاقة اتفاقية ساكس بيكو وما يحصل اليوم في العراق وسوريا؟ هذه ما لهاش علاقة بساكس بيكو، لها علاقة بما حل محل ساكس بيكو، اللي هي أفكار قلنا الملء الفراغ الأمريكي، نظرية أيزنهاور، ثم الشرق الأوسط الجديد التي تبناها المحافظون الجدد وطرحوها كسياسة واقعية أمام جورج بوش الابن، ومضى جورج بوش الابن بتنفيذها، وكان قد بدأ الأب جورج بوش الأب بتنفيذها عام 1990 عندما خاض حرب عاصمة الصحراء ضد العراق في 16 كانون الثاني 1991. أنا باعتقادي كانت تلك هي الخطوة الأولى، الخطوة الأولى لتنفيذ الشرق الأوسط الجديد، أول عملية، لكن فشل. ليش فشل؟ هو كان منتصر على العراق وداعش وبدأت بده يدخل الأراضي العراقية، لكن فشل لأنه في عامل معين ما عملوش حساب جورج بوش الأب، اللي هو التدخل الإيراني. أعتقد أنه إيران طالعة من حربها مع العراق إلى آخره، تعبانة مش قادرة تعمل شيء، لكن فوجئ أنه لا، الإيرانيين دخلوا وتوغلوا وصاروا على مشارف بغداد. فهو بده يسقط صدام حسين، لكن ما بدهوش أنه صدام حسين يحل محله آية الله من 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 طهران. فلذلك اضطر انه يتفق مع صدام حسين، انا بوقف الحرب، بقدم لك الدعم المادي اللي بدك اياه، خلي القوات السورية تجدد اسلحتك، بس انت خلصني من هذول الجماعة. وهذا ما حصل، هذا سميته انا في كتابي الشرق الاوسط الجديد صفقة الدبلوماسية السرية. حصلت صفقة الدبلوماسية السرية في ذاك الوقت في اواخر ايام شباط، واعلن بموجبها ونتيجتها، اعلن جورج بوش فجأة وقف اطلاق النار في العراق، مع انه كان قبل بليله، بس كانت البيت الابيض يعني لا وقف لاطلاق النار، بعد بساعات قال وقف اطلاق النار فجاه نتيجه هذا الوضع الذي نشا، واحتمال سقوط بغداد في ايد حرس الثوره الايراني ومناصريها من الجنوب العراقي. فحصل تغيير في مجرى التاريخ. قعدوا يصلحوا، ايمتى صلحوا؟ سنه 2003، ضلوا فكروا كيف كيف لحد في النهايه ما قاموا بغزو العراق مره ثانيه، الغزو الثاني للعراق سنه 2003 في محاولة للتنفيذ، ما عجزوا عن تنفيذه في 1991، لكن برضه فشلوا لأنه وجدوا مقاومة شديدة في الداخل العراقي، كان في مقاومة شديدة لهم للاحتلال الأمريكي. كل ما في الأمر أنه مع أنه ما قدروش يقسموا جغرافياً، لكن قسموا معنوياً وشعبياً، وخلوا الشعب يضرب بعضه، شيء سني كردي يعني الأشياء هاي للأسف عم تحصل، يعني شيء طيب مؤلم. طيب السيد ميشيل ذكر المشاكل في العراق وسوريا. دكتور مؤيد، يعني هل فعلا كان دخول تنظيم داعش إلى العراق وسوريا هو بداية لسقوط الاتفاقية كما يدعي البعض؟ لا، خليني شوي أرجع وياك لسؤالك إلى زميلي، موضوع النفط. نعم، النفط عندما تم اتفاق سايكس بيكو هي لغرض بسط النفوذ بطريقة الاستعمار القديم، ثم تحول بصيغة الانتداب. النفط كان عامل ارتكاز مهم لاحقا. العالم دخل الحرب الأولى ولا يمتلك سوى بضعة آلاف من الطائرات والمدرعات التي تسير بالوقود السائل. عندما انتهت الحرب عشرات الآلاف من الطائرات والأسلحة التي تحتاج الوقود السائل تطورت. هنا جرى التقسيم بإعادة قبول التقسيم في موضوع الممتلكات النفطية. طبيعي حصلت بريطانيا على الحصة الكبيرة، حصة نفط الموصل ضمنت لفرنسا باتفاق آخر، لأن أصلاً كانت يفترض ولاية الموصل هي من حصة فرنسا بالتقسيم. ثم إذا طالع، وأنا سنين قضيت في الأرشيف البريطاني طالع وفي الأرشيف الأمريكي، إذا شوف أن هنالك استراتيجية ثابتة عند الغرب هي ضمان انسيابية النفط إلى العالم اللي يحتاجه. فالبايبلاينز
قناة السويس كانت من المقدسات للغرب أنه تبقى مضمونة. أما الأسعار، وهذا سؤالك، هذه الأسعار تتحكم بها ليس فقط الشركات المنتجة والمستفيد، هذه دخلت في لعبة السياسة. ما جرى من ارتفاع للأسعار قبل سنوات ثم دروب داون إلى أقل من 30، هاي كانت ضمن إطار لعبة سياسية تتعلق بما جرى في الإقليم في السنوات الأخيرة، وكان نتيجة الحرب التي غزوت العراق طفعت ارتفاع فاحش. يعني واحدة منها مثلا إضعاف الدور الإيراني في سوريا مثلا، المقاطعة الاقتصادية، تهريب النفط بكميات كبيرة خارج عن القانون إلى آخره، تهريب الأموال. اليوم موضوع النفط هو ليس مثل ما قال زميلي أمريكا مهتمة به، لأن أمريكا من سنوات تتحدث أنها لن تكون بحاجة له خلال عقود قادمة بسبب البدائل. من يحتاجه هو عالم آخر يمكن السيطرة عليه إذا ما سيطر الغرب على الموارد النفطية. اسمح لي أعطاك بالأربعينات عندهم نعم. خط اتفاقية الخط الأحمر نعم. بينما أمريكا والملك عبد العزيز نعم. الذي كان هو أول ملك على السعودية، اتفاقية الخط الأحمر اللي ضمنت كيفية استخراج النفط واستثماره وبيعه وتسويقه لمصلحة الولايات المتحدة. نعم. أتفضل، أنا آسف للقطع. لا أبدا. الآن أعود إلى سؤالك. نعم. إحنا نعرف أن النظم السياسي اللي أسسها البريطانيين سواء في العراق، في شرق الأردن، وحتى في سوريا الجديدة، يعني كانت تقوم تحت الفرنسيين، كانت تقوم على نظم مدنية الطابع. هذا الوضع استمر إلى 90 سنة، لكن الأمريكان عندما احتلوا العراق غزاة جاءوا أعادوا هيكلة بنية النظام على أسس عرقية وطائفية. هذا النوع من الأسلوب تم غرزه في العراق، ومن بعد أخذ شكل الصراع في المنهج السياسي السوري الحالي بين معارضة وحكومة، تحول ما بين متظاهرين يطالبون بإصلاحات وبناء دولة جديدة بعيدة عن التوارث، عن هيمة الرجل الواحد، إلى صراع ما بين مكونات. فبدأ العناصر العرقية والأثنية استخدمت استخدام بشع في إدامة هذه المعارك. أنت حتى الآن إذا تباوع جو المعارك تشوف الأمريكان يدعمون الأكراد، جماعة الديمقراطية السورية، يدعمون دعم كبير هم والإسرائيليين فصل كردستان عن العراق، واليوم كانت تصريحات من يقرر موت اتفاقية السايكس بيو. ما أعتقد واحد قاعد في أربيل يقول ماتت، العالم يقرر هي ماتت على يعني أرض الواقع. هم اللي يحاولون يموتون الاتفاقية حتى يخرجون منطقة بخرائط جديدة. ما لا يدركه سكان هذه المنطقة أنهم هم من سيدفع الثمن، سيكونون في إطار حدود إذا قبلوا الشروطات الدولية، هم سيدفعون الدماء وهم سيدفعون من المال لأجيال طويلة. نحن نتذكر حادثة بسيطة في أوروبا عندما انهارت يوغوسلافيا، ماذا جرى؟ وهم ناس في محيط أوروبي ومتقدمين، لكن ماذا بعد صارت؟ اليوم المنطقة تدفع أكبر عدد من هذا. العراق قد عندك لاجئين، عندك 3 مليون نازح داخلي، عندك 3 مليون نازح خارجي، عندك 2 مليون نازح جاي لما تجي الموصل. في سوريا عندك 6 مليون نازح داخلي، عندك 6 مليون نازح خارجي. العراق اقتصاده منهار، سوريا ليرتها منهار. هذه كلها عبارة عن نوع من الانجكشن يوضع عن قصد. طيب إذا سمحت، ذكرت لي الدور الأمريكي والدور الإسرائيلي، هل إيران تقل خطورة عن المشاريع الغربية والإسرائيلية لتبتيت المنطقة العربية وشذمتها؟ الكل خائف حتى إيران. مين قال لك إيران راح تسلم لو انهارت المنطقة بتخطيطات جديدة؟ لن تنفعها لا طاقتها النووية ولا عرزها. جزء من المخطط، كيف لا تسلم؟ هي جزء من اللعبة لكن على مراحل. إيران أيضا فيها متغيرات أثنية وعرقية ودينية أوسع من العراق. العراق عرب 85% عرب، ولكنهم منقسمون الى سنن والشيع. انا طيب عفوا افضلك، انا كنت في ايران لما وقعت الثوره الايرانيه سنه 1979 واجى الخميني واستلم السلطه من واحد شباط اعتقد 1980، تواجدت في هذيك المرحله وغطيتها كلها. قامت فورا ثوره في بلوشستان في المناطق المحاذيه للاكراد، قامت ثوره في الجنوب مع ان في عرب كازاخستان من اخر كازاخستان. تقصد اذربيجان؟ لا لا لا، جنوبا عربستان. عربستان
اللي هي المحمرة، قامت في منطقة الشمال، المناطق المحاذية التركية. نعم. التركمان قاموا ثاروا بدهم استقلالهم، قامت عدة ثورات في إيران، جرت محاولة لتقسيم إيران لأربع دول أو خمس دول، وكانوا بدون يبقوا للفرس إلا أصفهان وطهران ووسط إيران. نعم. أما الأطراف كلها ليست فارسية. طيب من هي القوى المستفيدة حتى نسيطر على الوقت؟ من هي القوى المستفيدة من تغذية الصراع الطائفي في الشرق الأوسط والصراع المناطقي بين الأقليات في كل الدول العربية؟ لأن هي القوى المستفيدة؟ طبعاً. أكيد في قوى مستفيدة. الدول الكبرى اللي بدأت تحكم وتتحكم، وراء الدول الكبرى أصحاب المصانع الأسلحة اللي تريد تغذية الصراعات وبيع الأسلحة، مزيد من الأسلحة ومزيد من الفلوس. فهدول أصحاب النفوذ وأصحاب المصانع وأصحاب المصالح الشخصية واللي هم بيحكموا الولايات المتحدة أو لهم تأثير كبير في قيادة الولايات المتحدة، هدول هم لهم دور في هذا الموضوع. طيب أتحول إليك دكتور مؤيد، يعني توقف تداعيات دخول التنظيم إلى أسقاط الحدود بين العراق وسوريا فقط أم إن هناك أمور أخرى؟ هناك من يقول إنها ساهمت في بلورة كيانات طائفية بدأت تسعى للحكم الذاتي. هو موضوع داعش، نحن نريد أن نتحدث عفواً تداعيات ما بعد 100 عام من الاتفاقية. يعني داعش دخلت من سوريا إلى العراق، لم يرفع الحدود ما بين العراق وسوريا واحد من عتاد القوميين العرب، رفعه واحد شيشاني جاب الشفر شاله وقال بعد ماكو حدود، والناس اكتشفت على فجأة لاكو مخافر سورية ولاكو مخافر عراقية حتى يروحون يجون، هم كلهم من عشائر واحدة، أخذ الخط الحدودي ما بين سوريا والعراق إلى اتجاه الأردن، كلها عشائر واحدة، إجا الخط الإنجليزي الفرنسي قسمه. الآن السؤال من المستفيد؟ أنا أعتقد يقف الإسرائيليين بكل قوتهم من أجل فرض هذا الوضع الجديد، مدعومين بحمقى أمريكان لا يفقهون، هم يرون حاجتهم، شركات نفط لا تريد قوة تهيمن على ثاني احتياط نفطي في العراق أو الاحتياط نفطي في سوريا أو إيران، وهذا يجب أن يقسم إلى دويلات حتى يمكن التلاعب به، جهل في الإقليم من سكانه يتخاصمون على مسألة حسينية أو جامع أو كنيسة وهي موجودة منذ آلاف السنين، ما في مشاكل بيناتهم، وتجد هذه اللعبة تثار عن عمد. أما دواعش فنحن نعلم أنهم ما بين من يدعي الجهاد عن حق وما بين من هو مخترق أمنيا مرتزق ومرتزق، يعني اليوم يجيبوا لك دواعش من أفغانستان من إذا أردنا نتحدث 200 دولار شباب يحطوهم. إذا أردنا نتحدث عفوا عن العراق وسوريا، الآن دول موجودة على الخريطة فقط لكنها غير فاعلة. هي الدولتين أصبحت دولتين فاشلة، يعني العراق دولة فاشلة وسوريا الآن دولة فاشلة، الحكام بالطرفين يحاولون يحافظون على مصالحهم ومكاسبهم، لكن الطريقة لا تتغير. الآن الأسد في دولة هم 80% من السنة، لكن يريد يقيم له حضور ما ويشجع أن يكون عنده كوريدور علوي، لكن ينسون العالم أنه في تركيا العلويين أكثر في من 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 من, من سوريا، في تركيا هناك أيضا تعدد عرقي وأثني، فهناك خوف أن انفجار هذه المشرق العربي قد يطيح بدول إقليمية حتى السعودية حتى إيران حتى تركيا، كل سينهار في السيفون اللي راح يحصل عند الانشطار. هذه مخاوف موجودة، وبالضرورة أن نكون منتبهين، هناك من يشجع من يقول هذا من يقف ضده سكان المنطقة، إذا وعوا أنهم أدوات لمخططين وساسة فاشلين لخدمة مصالح هي في النهاية بعيدة عن مصالح هذه الأمة. أنا أعتقد أن سكان المنطقة فاهمين الحالة، وهم إذا ما تخلوا عن تمسكهم بعرقيات أو طائفيات أو مذاهب يستطيعون أن يواجهون هذه الموجة، لأن هذه الموجة إن انطلقت ستستمر تداعياتها. طيب. السؤال نعم استاذ، بعيدا عن اليمن في دقيقة واحدة، بعيدا عن اليمن وليبيا بالنسبة للعراق وسوريا، أنا أعتقد أن المستفيد من التطورات الحالية هم الأكراد في الوقت الحاضر، تتبلور الدولة الكردية لهم وهم اللي سيحصدون كل النتائج. نعم أنا يعني زائد إسرائيل تحصد النتائج، لأنه إسرائيل حجزت مصر باتفاقية كامب ديفيد، من هي القوى التي تستطيع أن تقاتل إسرائيل؟ العراق وسوريا، العراق وسوريا بلهين بحالهم، فهذه أيضا مستفيدة استفادة كبرى من أنا حاضر مؤتمرات دولية كبيرة
أجد الحضور الإسرائيلي يقول لأشخاص في مسؤولين في الإقليم يقول لهم اذهبوا لا تنتظروا أعلنوا الدولة ونحن أول من سيعترف بكم للأكراد. للأكراد حاضرين بالمؤتمر. أمريكا واضح موقفها بتأييد موقف الأكراد. أمريكا بتحرك العملية وبتخلي الخليج يعمل. عفوا إذا سمحتوا للوقت قليل، يعني السؤال موجه لك أستاذ ميشيل بداية، هل تعتقد أنه ستكون هناك مئوية ثانية جديدة لسايكس بيكو؟ بعتقد ستكون ولكن باسم آخر وشكل آخر اللي هو الشرق الأوسط الجديد. هذا اللي بدأ يتنفذ الآن. سايكس بيكو اقتضتها مرحلة معينة ظرف معين، إنه شاحت تركيا، كانت بريطانيا قوية قاسمت المنطقة. الآن هذه الدول هي نفسها شاحت بريطانيا وفرنسا. الآن دور أمريكا وروسيا تتقاسم المنطقة. طيب نفس السؤال موجه لك دكتور مؤيد المنداوي، إذا بقى واقع الحال دون وقفة للسكان لمواجهة ما يجري سنشهد خارطة جديدة بعد 100 سنة. خارطة جديدة؟ بعد ممكن أن تكون دورة حياتية تاريخية أخرى قد تبتدأ خلال إذا نجح الأعداء بفرض ما يريدون. تختلف القوى؟ طبيعي سيكون لنا معايير جديدة في جيوبوليتيك، لأنه إذا افترضنا ما يخطط سيتم سنشهد خارطة جديدة، وإن سنحتاج سنوات حتى تستكمل شكلها، لأنه ما نعرف تداعيات الانفجار البيج بانج هذا وين راح يروح. ممكن يصير في سفن تروح للفضاء وتكتشف بعد 100 سنة كواكب جديدة وينطلق عن رؤية للقوى. يعني فرنسا وبريطانيا هي التي كانت أو التي أسست هذه الاتفاقية. هل سنرى بعد 100 عام قوى جديدة تظهر، مثلا ربما تتحد روسيا وأمريكا على المستوى الإقليمي؟ على المستوى الإقليمي يا أستاذ قد نشهد متغير أساسي في طبيعة القوى. نحن اليوم نتحدث عن قوى إيران، تركيا، السعودية. يعني هذه المرة سيتغير بمشاركة إيرانية، ستتغير الخرائط. أنا عندي كتبت عدة مقالات على مدى 3 سنين الماضيين أزحف فيه لشيء اسمه الاتحاد الشرق أوسطي. الاتحاد؟ اتحاد الشرق أوسطي على غرار الاتحاد الأوروبي، إنه بكفينا نقول شيعة وسنة ومش عارف إيش وكذا، نتحد كلنا دول المنطقة بما فينا إيران وكردستان القادمة. هذه دعوة أم مشروع؟ أنا مشروع أطرحه اللي 3 سنين بطرحه. مشروع مطروح هذا من وقت طويل. اتحاد شرق أوسطي. نعم. على غرار الاتحاد الأوروبي. بقولوا لك يا أخي الخلافات الطائفية موجودة. الجامعة العربية، الجامعة العربية مش فعالة، مريضة الجامعة العربية. الجامعة العربية فعالة، شو عامل الجامعة العربية؟ كومبارس. جامعة السعودية باتت كومبارس، اللي فيها كومبارس بنفسه قرارات معينة. يعني غلطان. لا عندنا بدائل. مو الجامعة العربية، انت تتكلم عن شرق أوسط ولا يتكلم عن المنطقة العربية. شرق الأوسط الجديد. شرق الأوسط. شرق الأوسط. عن تعاون إيراني تركي عربي كردي كلهم ما عدا إسرائيل. من أجل خلق نظام جديد سياسي في المنطقة يجعل شعوب المنطقة أكثر توافقاً فيما بينها لمشاريع المصالح الخاصة بها، ومن ثم تفعل السياسات مثل وحدة سياسية، وحدة ثقافية، وحدة مادية وهكذا. هذا طبعاً مشروع من قلش وحدة اندماجية، وحدة كونفدرالية، اتحاد كونفدرالي زي على طريق الاتحاد الأوروبي. يعني هذه هي اللي ستنقذ العالم الشرق الأوسط من مؤامرات الغرب عليه، مؤامرات تخصيص. الحوار معكم كان جميل الدكتور مؤيد الونداوي أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. كما أشكرك أيضا الأستاذ ميشيل حنا الحاج الكاتب والمحلل السياسي. كما أشكركم أيضا أحبتي المشاهدين، تحية كادر العمل إليكم وتحيتي أنا، والسلام عليكم.